طبعا مبسوط ان انا معاكم طبعا، ومبسوط ان انا دعيت للحفل النهارده. يمكن اول مره احضر فعاليه زي كده، اتبسطت جدا انا اول ما دخلت. تنظيم اكثر من رائع، فبشكر احمد عبدون وكل الناس اللي مسؤوله عن تنظيم النهارده. نتمنى يا رب كده ان شاء الله الايفنتات اللي جايه الفوتبول اكسبو ان شاء الله تكون احسن واحسن ان شاء الله. ما انت زي ما قلت، هو التطوير الكره المصريه يمكن لسه يا دوب خدنا اول خطوه فيها، ان انت تكون رابطه انديه جديده. واعتقد الرابطه بدات تدريجيا تعمل على تحسين جوده المنتج عندك الدوري المصري عشان تعرف تسوقه كويس بشكل يليق بيه. فاعتقد ان احنا في البدايه محتاجين شغل كتير، لسه عندنا مشاكل كتير قوي في الرياضه المصريه. اتمنى ان شاء الله مع بدايه لجنه الكوره دي تكون خطوه كويسه، نبني عليها خطوات تانيه في الفترات اللي جايه، ويكون الموضوع يتحسن ونتحرك تدريجيا زي العالم كله ما بيتحرك. يعني يكون عندنا كره قدم، صناعه كره قدم حقيقيه غير الوضع الحالي اللي احنا موجودين فيه. هو كان في نقص كتيره جدا، يمكن لجنه الانديه عملت منها حاجات. تصوير الدوري كان عندنا مشكله في تصوير المباريات. التنظيم قرعه الدوري اتعملت، المواعيد اللي بتتحط ما بتتغيرش، فدي حاجه برضو كويسه. كمان دخول الجماهير، بقى لنا فتره داخلين في 7-8 سنين ما فيش جماهير بتدخل، فان انت تدخل جماهير تدريجيا واحده واحده فده هيفيد. ونتمنى يا رب ان شاء الله ان هو نزود عدد الجماهير الفتره اللي جايه، لان الكوره للجماهير. لو ما فيش جماهير اعتقد ان هيبقى موضوع صعب ان انت تقدر تسوق المنتج بتاعك بشكل كويس. طبعا احنا ماشيين في خطوات كويسه، ونتمنى يا رب في المستقبل نشوف تطور ملحوظ اكتر من كده ان شاء الله. اكيد طبعا نهائي غانا 2010 ده لحظه ما انساهاش طبعا، ونهائي الترجي مع النادي الاهلي في 2012. والله ما فيش، يعني القرارات اللي انا باخدها في الكوره يعني الحمد لله بكون مقتنع بها 100%. اعتقد ما فيش قرار يعني ندمت عليه ومحتاج ارجع منه يعني. في كتير طبعا لعيبه، كنت محظوظ ان انا عاصرت جيل ممتاز في النادي الاهلي ومنتخب مصر. اعتقد في لعيبه كتير اقدر اقول منهم حسام غالي طبعا، ومتعب، واحمد حسن، وابو تريكه طبعا، وبركات، فدول، وسيد معوض، فدول ابرز الناس اللي لعبت معاهم يعني. كابتن مجدي عبد الغني في كاس العالم عشان ما يذلناش اكتر من كده. كنت انا اتمنى ان انا اسجل الجول ده، انا كنت موجود يعني.